النهارده عقد النادي الاهلي مؤتمر صحفي للاعلان عن توقيع عقد الرعايه الطبيه لاعضاء النادي والعاملين مع شركه ايدام للخدمات الطبيه، وبموجب بروتوكول التعاون تكون شركه ايدام مقدم برنامج الرعايه الصحيه لاعضاء النادي الاهلي واسر العاملين لمده 4 سنوات. ويأتي هذا التعاون تنفيذا لرؤية مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمد مظلة الخدمات المقدمة للأعضاء وأسر العاملين وعلى رأسها الرعاية الصحية المتكاملة. خلونا نطلع نشوف كلمة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب في المؤتمر النهاردة ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالسيد الدكتور إيهاب كامل رئيس مجلس إدارة شركة إيدام للخدمات الطبية والعضو المنتدب، وبرحب بكل السادة الحضور. وأنا النهاردة الحقيقة سعيد جدا أن أنا شايف مجموعة كبيرة من أعضاء النادي موجودين، يعني أسروا المكان، وأتمنى نكون باستمرار نكون موجودين مع بعض إن شاء الله. يعني الحقيقة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا احنا كلنا كأهلوية، ان النادي الاهلي منذ نشأته 1907 وهو منظومة متكاملة كل عناصرها بتكمل بعض، تتعاقب الادارات وتعاقب مجالس ادارات، المديرين، اللاعبين، الفرق، كل الناس بتتعاقب، محدش بيخلد، ولكن في الاخر تفضل المنظومة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى تفضل المنظومة كلها متناغمة ومتماسكة بكل عناصرها، إدارة، أعضاء، جماهير، عاملين، لاعبين، كل المنظومة دي مع بعض كده، وكل أفراد الفرق الرياضية المختلفة كلهم بيجمعهم حاجة واحدة بس، الكيان، الكل على الأقل برجل واحد، الكل في ظهر وخدمة الكيان، كل واحد طبعا في موقعه، يعني لان احنا كلنا لما بنحاول نخدم المكان اللي احنا اتربينا فيه، المكان اللي يعني جمعنا كلنا، المكان اللي بيخلي شريحة كبيرة جدا 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 من الشعوب، مش عايز اقول بس الشعوب الاهلوية في كل مكان في العالم، لما نكون احنا عارفين ان دوت بيسعد الناس، كل واحد بيقدم الخدمة دي اعتقد ان ربنا برضو يجازيه خير ان هو يستطيع انه يساهم في اسعاد الناس واضافة تاريخ جديد وتاريخ مستمر باذن الله لنادي يعني وللكيان النادي الاهلي. كنت بس بقول دايما انا في كلماتي يعني ان جمهور النادي الاهلي هو السند وهو الشريك في كل النجاحات والانتصارات، لكن واعضاء النادي الاهلي، اعضاء العاملين في الاهلي، هم جزء اساسي وحيوي وفاعل من جماهير الاهلي العريضه والعريقه. اعضاء الاهلي وجماهيره هم اول من يعطوا الثقه والقوه لاي مجلس اداره. لما يكون في ثقه في مجلس الاداره سواء من الجماهير، من الاعضاء، وخاصه الاعضاء اللي هم الاعضاء العاملين اللي هم مطلعين باستمرار جوه النادي على ما يقدم من مجلس إدارة، أعتقد أن هم بدعمهم بيخلوا الناس تزيد وتخلي الناس تحب دايما أنها يعني تشتغل أكتر وتشتغل أكتر بحب. الدعم للكيان والحرص على مصلحته هم الأساس، من غير بقى النظر ولا الأسماء ولا أشخاص، زي ما قلت كلنا زائلين، كلنا زائلون أو زائلين بقى اللي حدش يعقب عليها في اللغة العربية، يعني كلنا في زوال إلا طبعا الله سبحانه وتعالى، ويبقى الكيان بيتعاقب عليه ناس، لكن الكيان موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا زي ما قلت في كلماتي قبل كده برضو، احنا كلنا ككتلة واحدة، اعضاء، عاملين، جماهير، ادارة، ادارات الفرق، كل العاملين في النادي، ادارة تنفيذية، مجلس ادارة، طبعا كلنا بنسعى يعني لكل نقدم ونحاول مع بعض كمنظومة واحدة نقدم دايما الشغل اللي يعود بالخير بإذن الله على النادي الأهلي اللي بنفخر جميعا يعني بالانتماء ليه.
واحنا كمجلس اداره خدنا عهد على انفسنا من ساعه ما ابتدينا او قبل ما نبتدي كمان ان احنا بنبذل اقصى جهد لينا في خدمه هذا الكيان. محدش فيه يعني ان الواحد تعهد الله سبحانه وتعالى ان كل دقيقه تمر في عهدنا في خدمه هذا الكيان يكون لخدمه الكيان ده بدون اي تطلعات اخرى. علشان كده احنا ما بنبخلش ابدا باي جهد ولا وقت، وبنسعى دايما ان احنا نقدم للاعضاء كل اللي ربنا بيقدرنا عليه. مش بس في الانشاءات، الحمد لله عندنا زي ما قلت قبل كده عندنا اربع انديه الحمد لله يعني، والاربع انديه بتشهد انشاءات كتير الحمد لله رب العالمين. ومش بس بطولات اللي ربنا يزيد ويبارك فيها باذن الله وتستمر ان شاء الله على طول، لكن كمان ابتدينا نبص على كل الخدمات اللي بتقدم. في خدمات بتقدم داخل النادي، لكن في خدمات تانية بنحاول نوفرها وتكون مفيدة بالنسبة لكل الأعضاء على اختلاف أعمارهم وظروفهم. النهاردة بنقدم برنامج الخدمات الصحية لكل الأعضاء وأسر العاملين في كل المراحل السنية ولمدة 4 سنين إن شاء الله من دلوقتي. وبعد ما الأستاذ شريف يمكن قال كلام كده في كلمته أو أدنا فكرة مختصرة يعني عن الموضوع، هترك طبعا للسيد الأستاذ إيهاب شرح كل التفاصيل المهمة عن التعاون المشترك لخدمة أعضاء النادي. أخيرا يعني الشكر موصول لكل واحد من حضراتكم، بشكركم جدا جدا على تواجدكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يكرمنا دايما لخدمة هذا الكيان الكبير. شكرا جميعا لجميع السادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كانت كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الإعلان عن شراكة ما بين النادي الأهلي وشركة إدام للخدمات الطبية لتقديم كل هذه الخدمات الطبية الخاصة بكل أعضاء النادي الأهلي، كل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وكل أسر العاملين.